اعتقال ثلاثيني. حاول استدراج شاب لممارسة الجنس عليه باليوسفية. اعتقلت مصالح الدرك الملكي بإقليم اليوسفية شخصا في الثلاثينيات من عمره حاول استدراج شاب في العشرينيات من عمره لممارسة الجنس عليه، وبدأت فصول القضية عندما تلقى هاتف الشاب الذي يقطن نواحي اليوسفية رسالة عبر تقنية الواتساب من المتهم الذي يشتغل حلاقا يبدي فيها هذا الأخير نيته بالتعرف عليه، ثم سرعان ما تحول الأمر إلى بوح بالإعجاب ورغبة في ممارسة الجنس، وأمام إصرار المتهم وإلحاحه على استدراج الضحية لممارسة شدوده سارع الأخير إلى إخبار مصالح الدرك الملكي، فتم الإيقاع بالمتهم بعد وضع كمين له، وجاء اعتقال المتهم بعدما أوهمه الضحية باستعداده للانصياع لرغباته الجنسية، حيث ولج الاثنان أحد المنازل قبل أن تداهمه العناصر الأمنية وتعتقل المعني الذي حاول في البداية الإنكار، لكنه تراجع واعترف بعد مواجهته بالرسائل النصية والمسموعة التي كان يستدرج بها ضحيته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.